بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد يا أحبابي، سوف أتحدث معكم عن تفسير الأحلام، وما زلت معكم في تفسير الأحلام. أتكلم عن تفسير رؤية الرعد في المنام. إذا كان الرعد في المنام بلا مطر دل على الخوف والرعد وعيد وتهديد من السلطان، وقد يدل الرعد على المواعيد الحسنة. ولا خير في سماع الرعد إذا كان معه ظلام أو ظلمة وبرق، وسماع الرعد في أوانه يدل على البشارة والخير والبركة. وربما دل سماع الرعد على التسبيح والتهليل لله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولنا لقاء آخر إن شاء الله في تفسير جديد. معكم أم الصابرين لتفسير الأحلام، والله أعلى وأعلم.